السائل سين راء ميم يقول: كثر الحديث عن المنشط الجنسي المعروف باسم الفياجرا، فأرجو توضيح الحكم الشرعي في استخدامه، جزاكم الله خيرا. هذا يرجع فيه إلى أهل الطب، فإذا قرروا أنه يؤدي الغرض المطلوب من غير أن يترتب عليه أضرار جسمية أو أمراض فلا بأس باستعماله عند الحاجة، وأما إذا كان يترتب عليه أمراض ومضاعفات مرضية وآثار سيئة فإنه لا يجوز استعماله. نعم.